السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، أرجو أن تكونوا بأتم صحة وعافية. المدرسة الرشيدية القدس، English for Palestine 10th grade, Unit 9, Period 4, Page 37. قمنا فيما سبق بشرح القسم الأول من الوحدة التاسعة، والآن سنقوم بشرح القسم الثاني، صفحة 36 و37. افتح الكتاب صفحة 36 لأخذ معاني الكلمات. Beyond معنى أبعد أو يتجاوز عن. Education تعليم تربية. Exist موجود. General عام. Generally بشكل عام. Generally speaking التكلم بشكل عام. Generation جيل. Goods بضائع. Limited محدود. Manager مدير. Opportunity تعني فرصة. كلمة أخرى chance. Responsible مسؤول عن. Responsibly بمسؤولية. Stressful مجهد أو متعب. ننتقل إلى المستطيل الثاني، word formation. عندنا الفعل decide بمعنى يقرر، decision الاسم بمعنى قرار، possible الصفة بمعنى ممكن، possibility الاسم بمعنى الاحتمالية، program noun الاسم بمعنى برنامج، وprogrammer أيضا اسم، اسم الفاعل، programmer المبرمج، technical التقنية الصفة، technician الشخص التقني. والآن إلى صفحة 37 وعنوان الدرس Your Life Your Choice. نبدأ الدرس وهو عبارة عن استضافة خبير ليلقي ويحاور الطلاب حول اتخاذ القرار بشأن المهنة المستقبلية. دكتور بيل: Now I know that all of you in year 10. أعلم أنكم الآن جميعكم في السنة العاشرة are thinking beyond this year to the future، وتفكرون ما بعد هذه السنة نحو المستقبل. And so we've invited an expert here today to talk about career decisions. ولذلك دعونا خبير اليوم إلى هنا ليتحدث عن قرارات المهنة أو حول اتخاذ قرارات المهنة. Everyone please welcome Dr. Kate Rossi. الجميع يرحب بالدكتورة كيت روسي. دكتور روسي: Thank you and hello. شكرا لكم ومرحبا. Well, deciding the right way ahead can be very difficult. تقرير الطريق الصحيح قدما يمكن أن يكون صعبا جدا. And stressful ومضني متعب موتر. Especially for your generation وخاصة بالنسبة لجيلكم. Why؟ لماذا؟ Because there have never been so many choices to make before. لأنه لم يكن هنالك الكثير من القرارات التي أخذت من قبل. ليس لديكم الخبرة. But let's start with the opposite. ولكن دعونا نبدأ بالعكس. A world without choices. عالم بدون خيارات. Think back 300 years. لنعد 300 سنة للوراء. If you had all been born in 1700. إذا كنت ولدت في سنة 1700. Very few of you would have had an education. القليلة منكم ممكن أن تحصل على التعليم. At 16 في عمر السادسة عشرة nearly all of you would have been hard at work at home or on the land. في سن السادسة عشرة تقريبا جميعكم يمكن أن يكون في العمل الشاق في البيت
أو في الأرض. You would probably have had very few choices. طبعا الاحتمالية أن يكون عندك القلة القليلة من الخيارات. Your lives would simply have followed your parents. طبعا وحياتكم سوف ببساطة تتبع حياة أهليكم. فإذا كنت مزارعا سوف تكون تصبح مزارع، وإذا كنت ربة بيت فستصبحين ربة بيت مثل أمك. What if you had been born in 1900 instead؟ ماذا لو أنك أو أنكم ولدتم سنة 1900 بدلا من 1700؟ Generally speaking، التحدث بشكل عام، you would have had more choices and chances by then. ممكن يكون لديكم فرص وخيارات أكثر. You would have been able to travel though only by train. ممكن إنك تسافر بالرغم إنه كان عندنا بس القطار. Cars were for the rich and planes were for the very brave. كان لدينا السيارات ولكن السيارات كانت مقتصرة على الناس الأغنياء. The rich and the planes were for the very brave. والطائرات للذين لديهم جرأة كافية وأغنياء بنفس الوقت. سطر 15. Several years of school would have given you more possibilities. بعض السنوات المدرسة إذا كنت تذهب للمدرسة سوف تعطيك احتماليات أكثر، فرص أكثر. Although you would probably have left at 13، بالرغم من أنك ممكن أن تكون تركت في سن 13. There would have been more goods to buy in the shops. في هذا الوقت، في تلك السنين سوف يكون هنالك بضائع أكثر للشراء في الدكاكين. But not a TV or a computer. ولكن لن تجد تلفاز أو حاسوب، لأنه these and many other things did not exist. لأنه التلفاز والحاسوب بسنة 1900 لم يكن موجودا، لم يكن مخترعا. Life would have been limited in another way. والحياة كانت محدودة بطريقة أخرى أيضا. 2. There would have been far fewer career opportunities. كان هنالك فرص للمهن قليلة جدا. Could you have become a TV technician or a computer programmer or a shopping center manager؟ هل كان بإمكانك تكون تقني أو فني تلفزيون أو مبرمج كمبيوتر or a shopping center manager أو مدير مركز تسويقي؟ No. الجواب لا. Because these and thousands of other jobs had not yet been invented. لأنه هذه وآلاف من المهن الأخرى لم تكن قد وجدت أو اخترعت. And so back to today. والآن نرجع إلى يومنا هذا. Yes, it's harder to choose than ever before. نعم، إنه أصعب أن تختار من ذي قبل. But it's wonderful that you have the chance. ولكن من الرائع أن يكون لديك الفرصة للاختيار. So think carefully. فكر بشكل جاد. And choose responsibly. واختار بمسؤولية. You only have one life. Use it well. أنت لديك حياة واحدة فقط، فاستخدمها بشكل جيد. للحصة القادمة رجاء الإجابة على تمرين 1 و2 صفحة 38. صفحة 38. إلى الحصة القادمة. Thank you for watching students. See you next video.